أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. يستعد صانع ورق بمحافظة إيباراكي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021 من خلال إنتاج الورق الياباني التقليدي الذي سيستخدم في إصدار الشهادات للفائزين بالميداليات. ويصنع العمال من جذوع أشجار التوت في فرن يعمل بالبخار هذا النوع من الورق، حيث تقشر البراعم ويترك اللحاء الداخلي الأبيض فقط الذي يصنع منه ورق الواشي، وهو ورق رقيق جداً ولكن لا يمكن تمزيقه، وسبق أن تم الاحتفاظ به لمئات السنين، لذلك تم إنتاج الأدب الياباني القديم عليه. تمكن الشاب النيجيري إيبوتوي أولاجيدي مايكل من تجميع سيارة تعمل بطاقة كاملة من بقايا الخردة المعدنية، واستغرق الشاب الطموح مدة 3 سنوات في صنع السيارة، وتضم السيارة 4 سرعات وتعمل على البنزين. وأوضح مايكل أن تأثر الاقتصاد في نيجيريا بالإغلاق الناجم عن الجائحة كان كبيراً، وكان عاجزاً عن الحصول على التمويل، لكنه واظب على القيام بالعمل الذي أحبه أكثر من أي شيء آخر. قام علماء الآثار من جامعة سيفاستوبول الروسية بفحص بقايا قلاع وهياكل موانئ يفترض أنها تعود للفترة الرومانية في مياه محافظة طرطوس بسوريا، وأعلنت الجامعة عن اكتشاف البنية التحتية لميناء وتحصينات ربما تعود للقرن الأول من عصرنا. وقال ديمتري تاتاركوف مدير معهد العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية: تم العثور على 4 أعمدة رخامية ستسمح المادة الخزفية المصاحبة لها بتأريخ أكثر تفصيلاً للقطعة. وهذا بالتأكيد اكتشاف مثير للاهتمام، وتم إرسال الغواصين والمركبات إلى قاع البحر لتفقد المكتشفات. أجرى رائدا الفضاء من ناسا مايك هوبكنز وفيكتور جلوفر عملية السير رقم 69 في الفضاء خلال الرحلة إكسبيديشن 64 في محطة الفضاء الدولية. وأثناء السير أجرى رواد الفضاء صيانة وتحديثا لوحدة كولومبوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، من بين مهام أخرى على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية. وكانت هذه ثالث رحلة سير في الفضاء لهوبكنز وأول رحلة لجلوفر. أعلنت شركة هوفر سيرف العزم على صناعة أول تاكسي طائر دون طيار بتصميم روسي هذا العام، وعرضت نموذجاً أولياً لسيارتهم الطائرة في الحلبة الصغيرة من مجمع لوجينكي الرياضي في موسكو. وذكرت التقارير أن تاكسي المسير الطائر يملك القدرة على التحليق لارتفاع 150 متراً، فضلاً عن طاقة استيعابية تصل إلى 300 كيلوغرام، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 200 كيلومتر في الساعة في الوقت الذي تسمح البطاريات المشحونة بالكامل أن تقطع مسافة 100 كيلومتر.
رغم فقدانه حاسة البصر، تمكن مفيد كوزليتش من مدينة زينيتشا في البوسنة من التشبث بالحياة وتحدى إعاقته بصناعة مجسمات خشبية، حيث حول كوزليتش قبو منزله في القرية إلى ورشة ليصنع فيها مجسمات مساجد خشبية ويبيعها منذ 13 عاماً. وفقد كوزليتش قدرته على الإبصار بعينه اليمنى من جراء حجر أصابها منذ الصغر أدى إلى تمزق الشبكية، وفي سن 25 فقد عينه اليسرى نتيجة تمزق الشبكية أيضاً عام 2007. نجح الشاب الأردني جهاد هداية في تحويل هواية وعشق الطفولة لأفلام الكارتون إلى مشروع ربحي، وهو حاصل على شهادة الهندسة المدنية ومؤسس شركة ببساطة، والتي تختص بتصميم وتسويق المشروعات باستخدام فنون الرسوم المتحركة. وقال هداية إن الرسوم المتحركة تضفي نوعاً من البساطة والجاذبية على المشروعات مقارنة بتصوير الأفلام أو الإعلانات التقليدية. وقال أيضاً إنه استعان في البداية بجهود 7 شباب موهوبين من الجنسين، وأنهم قاموا بتصميم وتسويق العديد من المشروعات الحكومية والخاصة باستخدام الرسوم المتحركة، ما لاقى نجاحاً وتفاعلاً كبيراً. أعيد افتتاح متحف الناصرية للحضارة في العراق مؤخراً بعد إغلاق دام شهوراً بسبب قيود فيروس كورونا. ويحتوي المتحف على قطع أثرية لا تقدر بثمن لحضارات مختلفة من عصور متعددة. ويقع المتحف بالقرب من موقع أور الأثري في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ويعد متحفاً ناصرياً للحضارة ثاني أهم وأكبر متحف في العراق بعد المتحف الوطني في بغداد. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. منذ ريعان شبابه بدا عيهان قوجا آغا بجانب جده في ولاية زونغولداغ شمال تركيا يصنع ويشكل ويسخن ويطوع الحديد ومعادن أخرى ليجعل منها سكاكين وآلات حادة ذات أشكال مختلفة، معتمداً في ذلك على مهارة يده وحسب. ومع مرور السنة تلو الأخرى بلغ عمر إيهان 40 عاماً، وهو يقوم بهذه المهنة في بلدة شايغوما، وما زال عازماً على مواصلة العمل في المهنة التي أحبها بعزيمة أقل ما يقال عنها إنها مثيرة للإعجاب. بعد الانتهاء من تعليمه في المدرسة الثانوية بدأ إيهان بداية حياته المهنية بالعمل كمتدرب إلى جانب جده الحداد حتى وفاته، فاستمر بالعمل في دكان الحدادة مع والده وعمه. وعلى الرغم من انخفاض الطلب على المنتجات المصنوعة يدوياً بسبب تطور التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، إلا أن إيهان لم يتخلى عن المهنة التي ورثها عن جده في تطويع الحديد وإنتاج بعض الأدوات مثل الفؤوس والسكاكين.
السلام عليكم ورحمة الله. حابين نحكي عن العادات السيئة عند الأطفال خصوصا بالفم والأسنان. من أكثر العادات السيئة اللي بتجي لعنا على العيادة للأطفال هي عادة مص الأصبع. فالطفل من هو وصغير بيروح بعادة مص الأصبع وخاصة الإبهام سواء في الليل أو بالنهار. طبعا لعادة مص الأصبع مشاكل كتير، من أهمها هي عدم انطباق الأسنان على بعضها بشكل صحيح، وبتؤدي إلى نتوء بالفكين، بالإضافة إلى شيء منسميه العضة المفتوحة، بحيث طفل وقت بيسكر أسنانه الفكين على بعض، أسنانه بالفكين على بعضها ما بتنغلق بشكل كامل، وبعض الأحيان ممكن تؤدي إلى مشاكل بالنطق وتلعثم بالكلام. طبعا من أجل حماية طفلنا من هاي العادة منحاول أول شيء نذهب باتجاه التنبيه، من بحيث الأهل بتنبه الطفل إلى مدار هاي العادة وشو ممكن تعمل له مشاكل بالمستقبل. أما إذا كان الطفل بعمر أصغر وغير قادر على الفهم أو الاستيعاب، من الممكن نوضع مادة موجودة طبعا بالأسواق، مادة مرة توضع على أظافر الطفل، بحيث عندما يحاول الطفل وضع إصبعه في فمه بتؤدي إلى ظهور مادة شديدة المرارة وعدم وضع إصبعه في فمه مرة ثانية. ولكن في بعض الأحيان لا تنفع هذه المادة، فنلجأ إلى تفصيل جهاز خاص للطفل طبعا عند طبيب الأسنان للأطفال، بحيث نقوم بأخذ طبعة للفك العلوي ونقوم بتفصيل جهاز يوضع على الدرسين الخلفيين للطفل، بالإضافة إلى نتوءات في هذا الجهاز تمنع الطفل من وضع إصبعه في فمه مرة ثانية. ومن العادات السيئة أيضا اللي بيقوم بها الأطفال، أو هي عادة ممكن نقول الأهل بتساعد فيها للطفل، هي اللهاية. اللهاية ممكن أيضا تعملنا مشاكل بنتوء الفكين، ممكن تعملنا مشاكل في نمون، ممكن تعملنا أيضا مشاكل في تراكب الأسنان. طبعا من أجل الحماية من هاي العادة يفضل أنه بالأساس ما نستخدم اللهاية بشكل عام. ومن العادات أيضا لدى الأطفال هي عادة قضم الأظافر. بعض الأطفال بيلجأوا إلى قضم أظافرهم، وممكن بعض الأحيان اللي احنا ممكن نقول أكل الأظافر. العادة من أبرز مشاكلها هي بتؤدي إلى تكسر جزيئات بطبقات المينا وإلى عمل فروقات بالأسنان. طبعا أبرز طرق لحماية الطفل من هاي العادة هي المادة المرة نفسها يلي بنستخدمها بعادة مص الأصبع، طبعا بالإضافة إلى تنبيه الطفل. ومن أكثر الحالات أو العادات السيئة يلي عم تجي لعنا على العيادة أو بشكل عام على أطباء أسنان الأطفال هي عادة الصرير الليلي، أو من الممكن يكون في صرير أو الكزع على الأسنان اللي احنا بنقول ممكن يكون نهاري. طبعا هاي العادة إلى مدار أيضا مدارها كتيرة، وأبرزها هي انسحال سطوح الأسنان، يعني فينا نقول ذوبان الأسنان من الأعلى. بالإضافة ممكن تعملنا مشاكل بالمفصل الفكي الصدغي، ومع استمرار هاي العادة ممكن تؤدي إلى وجع بالمفصل، وأيضا ممكن تؤدي إلى وجع بالرأس. طبعا أسبابها ممكن تكون نفسية، فمثلا لاحظنا لحنا كتير من الحالات عند البنات بتكون بسبب الغيرة، أما ممكن نشوفها عند الأولاد الأطفال هي بسبب الألعاب، يعني كثرة الفيديو جيمز الألعاب بصير الطفل لا إراديا بكز على أسنانه وهو غير مدرك أو واعي لهذا الشيء. طبعا إذا كانت هاي العادة تحدث داخل النهار، فقط نطلب من الأهل أنه طوال الوقت ينبه الطفل وقت بكز على أسنانه. أما إذا كان الصرير ليلي فمنلجأ إلى وضع جهاز من السيليكون أو البلاستيك الطري داخل فم الطفل أثناء النوم، وهو عبارة عن جهاز رقيق، بحيث وقت بينام الطفل وبيصر على أسنانه أو بيكز على أسنانه بيؤدي هذا الشيء إلى عدم انطباق الأسنان على بعضها، وبالتالي بدال ما يكز على أسنانه من الممكن
يكز على هذا الجهاز البلاستيكي أو المصنوع من السيليكون. طبعا هي معظم العادات السيئة يلي نحن منواجهها بالعيادة. طبعا في غيرها كتير، ولكن حابين نحكي عن أكثر شيء منواجهه لحنا بشكل عام بعيادتنا. ونشكركم والسلام عليكم.